السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. إذا اليوم إن شاء الله غادي نشوفو التطبيقات الكتابية. إذا الصفحة 106 غادي نبداو بالإملاء. أرسموا الهمزة الناقصة في الكلمات الآتية رسما صحيحا. إذا غادي نبداو بالكلمة الأولى شؤون. إذا هنا الهمزة جاءت مضمومة وقبلها ضم، إذا ستكتب على الواو. شؤون. سؤال، إذا جاءت مفتوحة إذا بالحركة الطويلة ولكن قبلها ضم، إذا الضمة تغلب الفتحة، إذا ستكتب على الواو. مرؤوس، إذا جاءت مضمومة إذا عندها حركة طويلة ولكن قبلها سكون، إذا الضمة كتغلب السكون، إذا تكتب على الواو. رؤية، إذا جاءت ساكنة ولكن قبلها ضم، إذا فهي تكتب على الواو لأن الضمة تغلب السكون. أملأ فراغات النص بهمزة مناسبة، إذا أعلن المسؤول على الواو. في المدرسة، عن موعد الرحلة. حدد لكل ما إذا سيؤديه على الواو، إذا قبلها ضم سيؤديه. كلف رؤوفا على الواو. بالمؤن، إذا على الواو كذلك. وفؤادا على الواو. بتحضير الطعام. وخديجة بنصب الخيمة قبالة منظر طبيعي خلاب. أضع خطا تحت الضمير المنفصل وخطين تحت الضمير المتصل. أنتما لعبتما مباراة ممتعة. إذا أنتما ضمير منفصل. موسوعتك مفيدة جدا، إذا الكاف هنا ك، موسوعتك ضمير متصل، إذا لرجل الخطوطة. رافقتني رسومات الفنان، إذا الياء ياء المتكلم ضمير متصل. سؤال موالي، أقرأ ثم أكمل بالضمير المناسب. أيتها التلميذات، عليكن بالاجتهاد والعمل الدؤوب ليكون عرضكن في المستوى المطلوب. وأنتم أيها التلاميذ، أوصيكم بالتركيز في المباراة لتنالوا لقب الدوري. نمر الآن إلى السؤال الخامس، أقرأ الجمل الفعلية وأصلها بنوع المفعول به. يجمع وائل أوراق الأشجار، إذا المفعول به عندنا أوراق، إذا فهو اسم ظاهر. يجففها ويلصقها على دفتره، إذا يجففها عندي الهاء ويلصقها، الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به، إذا ضمير متصل. يكتب اسمها على الصفحة المقابلة، إذا يكتب ماذا اسمه، إذا اسمه هنا هذا هو المفعول به، اسمه ماشي الهاء، اسمه، إذا فهو اسم ظاهر. نمر الآن إلى السؤال السادس، أنشئ ثلاثة جمل فعلية وفق ما هو محدد في الجدول. إذا هما طالبين منا غير جوج جمل، إذا غنكتبو جوج ديال الجمل. المفعول به اسم ظاهر، إذا يمكن أن نقول مثلا يكتب رامي شعرا، يكتب رامي شعرا. المفعول به ضمير متصل، مثلا يمكن أن نقول يصورها، إذا عندي الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به في وضعيات مختلفة. إذا نمر الآن إلى أو نتوقف إذا في هذا الفيديو. موعدنا إن شاء الله يتجدد في فيديو آخر. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.